على الله في كل الأمور توكلي، وبالخمس أصحاب الكساء توسلي، محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آلك المظلوم. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. البدار البدار آل نزاري، قد فنيتم ما بين بيض الشفاري، قوموا السمر حطموا كل غمد، نقبوا بالقتام وجه النهار، واسفكوا من دم على الأرض أرضا، وارفعوا للسماء سماء غباري، وابعثوها ضوابحا، فأمية وسمت أنف مجدكم بالصبار، لا تلد هاشمية علويا، إن تركتم أمية بقراري، لا تذوق المعين واقضوا ضمايا بعد ضام قضى بحد الغراري، لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا، إن في الشمس مهجة مختايا. طأطئوا الرؤوس، إن رأس حسين رفعوا فوق القنال خطاري، هتكوا عن نسائكم كل خدري،
هذه زينب علي أكواري من ظالم تهدى إلى شر ظالمين ومن دارها تهدى إلى شر دار ويا ويلي أهل الشيم زينب تراني يا أهل الشيام زينب تراني تراني أنا معبرة ولد ومخلي الثاني يا ويلة على دهري يا وزماني جاي بطف كربلا ويلي ويلاني اي وانا اللي بعمود ابو فاضل سباني اي والله بعمود ابو فاضل اي السيباني وبجمرة يا وبطبرات الأكبر من دهاني وبجمرة عرس جاسم شواني وبجمرة عرس جاسم شواني ويلي والسهم المثلث من هواني اي الضلوع خي صوبها وحناني اي الضلوع خي صوبها اي وحناني نادى المنادي زينب طلعوها طلعوها ياي وحرقوا قلبها براس اخوها ياي وحرقوا قلبها برايا يا سخوها وسبوا الزكية وشتموا ابوها اي والله سبوا الزكية وشي اي يتموها انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. ورد في الخبر عن مولانا الصادق عليه السلام إنه قال إن عمتي زينب أشبه الناس بجدتها خديجة بنت خويلد لسلامة مولانا صاحب العصر والزمان قضاء الحوائج شفاء المرضى عطر الأفواه بذكر الصلاة على محمد وآل محمد ثلاثا بأعلى الأصوات. ليلة شهادة سيدتنا ومولاتنا زينب الكبرى عليه السلام بنت أمير المؤمنين، الحديث في هذه الليلة عن هذه السيدة الجليلة حديث مميز لأنه يتضمن عدة زوايا في شخصية هذه السيدة الجليلة، وكل زاوية من هذه الزوايا تحتاج إلى ليلة كاملة حتى يستطيع الإنسان أن يغطي
جوانب الحديث عن هذه السيدة الجليلة، ولكن باختصار نحاول أن نسلط الأضواء على أهم النقاط المتجلية في شخصية هذه السيدة العظيمة. التشبيه الذي شبه به الإمام سلام الله عليه السيدة زينب بأنها كانت شبيهة بجدتها، ليس المراد بهذا التشبيه التشبيه الصوري، يعني تشبيه الجمال وتشبيه الخلق، لأن عادة الأبناء يحملون الكروموسومات الجينية التي تنبثق إما من الآباء وإما من الأمهات. حتى ورد في الخبر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لربما الكروموسومات الجينية تنتقل من الأبوين إلى 100 صلب كما عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، و100 عرق، يعني تأتي تدريجيا من الأعراق حتى تصل إلى 100 عرق ونسل من هذه سلالة. لكن المراد بصور التشبيه التشبيه الموقفي. ليش؟ لأن السيدة خديجة بنت خويلد ضربت أروع الأمثال في صمودها ووقوفها جنبا لجنب رسول الله، وضحت بكل غال ونفيس في سبيل النبي الأكرم وفي سبيل الدعوة الإسلامية، ولهذا أصبحت مضرب الأمثال. حتى ورد في مضمون الخبر أنه ما قام ولا استقام دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بشيئين: بأموال السيدة خديجة وبسيف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. أما وجه التشابه الذي شبهه الإمام الصادق عليه السلام بالسيدة زينب سلام الله عليها، لأنها بذلت كل الجهود ليس فقط مع شخصية واحدة من الشخصيات اللي ارتمت وانتمت إليها، إنما بذلت أروع الأمثلة ووقفت وقفات عظيمة سواء مع أبيها أمير المؤمنين أو مع أخيها الإمام الحسن أو مع أخيها الحسين، والأعظم من ذلك إنها حملت رسالة الحسين والإسلام من بعد واقعة عاشوراء حتى أتتها المنية سلام الله عليها. هذه الأمثلة أثرت حتى في سيرتها الاجتماعية، حتى أثرت في سيرتها الأسرية. الآن أعطيك مثال على ذلك. السيدة زينب سلام الله عليها ولدت وعاشت 5 سنوات مع أمها الزهراء، وفقدت أمها وهي بنت 5 من العمر. كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يحاول أن يلقمها العلم ويعلمها طرق الحياة ويؤسس تأسيس بنيان زينب على هذا الغرار، على الصبر والتجلد وتحمل أعباء الرسالة المحمدية. فكان تارة يحاول أن يلقمها العلم، مثلا يوم من الأيام أجلسها في حجره، قال: بني قولي 1. قالت: 1. بني قولي 2. فتفاجأ أمير المؤمنين أنها تحكي نظريات فلسفية وليس استنطاق لكلمات يكررها الآباء فيعاودها الأبناء من ورائه. فقالت: أبا، إن اللسان الذي جرى عليه 1 لا يجري عليه 2. التفت أمير المؤمنين سلام الله عليه مبتسما لها، فتفاجأ بسؤال مغاير. قالت له: أبا، أتحبنا؟ قال: طبعا، ليس هناك أب لا يحب أبنائه. فقالت: لا أبا، إنما محبتك لنا من باب العطف والشفقة والحنان، وأما الحب الحقيقي والارتباط الحقيقي ينبغي أن يكون لله عز وجل فقط دون غيره. فسألها أمير المؤمنين:
يعني بنت لها من العمر 5 سنوات تتكلم بهذا المنطق، بهذه العذوبة البيانية. قال: بنية، من علمك هذا؟ من أين حصلت على هذا الكلام؟ قالت: أبا، إن أمي فاطمة علمتني لتهيئني لغد. إن أمي فاطمة علمتني لتهيئني لغد. ولهذا ازدادت رعاية الأسرة العلوية والاهتمامات التربوية لزينب إلى درجة أن أمير المؤمنين جعل من السيدة عالمة، فقيهة، فاضلة، معلمة للقرآن. النساء في المدينة المنورة عندما كان أمير المؤمنين في المدينة أو عندما انتقل إلى الكوفة كنا يأتينا إلى دار السيدة زينب ويأخذنا منها علوم القرآن والتفسير ويسألنها عن المسائل الشرعية التي تحتاج إليها النساء. نعم، كلهم كانوا يسألون السيدة زينب سلام الله عليها، حتى أنها إضافة إلى علمها وفضلها أنها كانت متقية إلى درجة أنها طلبت من زوجها عبد الله بن جعفر أن يتزوج عليها لكي يلقى عناية كاملة ويحظى بحقوق الزوجية، لأن زينب لا تستطيع أن توفر كل الحقوق الزوجية لعبد الله بن جعفر لأسباب. السبب الأول إنها ابتليت بالحروب التي حصلت في بداية في أواخر حرب أو مقاطعة عثمان بن عفان والمشاكل اللي كانت موجودة، فضلا عن الفتن التي جرت بعد وفاة عثمان وانتقال أمير المؤمنين من المدينة إلى البصرة لكي يخوض حرب الجمل، ومن ثم بعد انتهائه من حرب الجمل حول عاصمته من المدينة إلى الكوفة وكانت ساحة جديدة. وعندما حل بالكوفة أيضا ابتلي بعدة سرايا كانت مغايرة من قبل الدولة الأموية ومن الخوارج، حتى اندلعت حرب صفين، وما انتهت حرب صفين حتى نشبت حرب النهروان. يعني 4 سنوات اللي أمير المؤمنين سلام الله عليه جلس على كرسي الحكم فيها ابتليت الساحة الإدارية بحروب وبنعم أحداث دموية ومأساوية، كلها كانت تنوي عن التحدي الواضح لحكومة أمير المؤمنين سلام الله عليه. فكانت السيدة زينب سلام الله عليها ترى نفسها إما أن تقف مع أبيها وأخوتها وإما أن تتفرغ لزوجها، لم تتمكن أن تؤدي كل هذه الحقوق. فلهذا طلبت من عبد الله بن جعفر، قالت: أريد أن أتفرغ أيضا لعبادتي وأن أقف جنبا إلى جنب مع أبي وإخوتي. فاستشارت عليه فتزوج عبد الله بن جعفر بالخوصاء وكانت شريكة لزينب، حتى أن المؤرخين اليوم لما يجون يعددون أبناء السيدة زينب سلام الله عليها الأغلب الأعم الأغلب يروح على أن السيدة زينب لها من الأبناء عون ومحمد، صحيح؟ ماذا يتبادر إلى أذهاننا؟ ليس للسيدة زينب ولدين، إنما لها عون، إنما ينسب محمد للسيدة زينب وهو ابن الخوصاء شريكتها وليس ابنها الخالص، إلا أنها اهتمت بتربيتهما أيما تربية. اللي المؤرخين والساحة الاجتماعية لما كانوا ينظرون إلى علاقتها الأسرية بينها وبين أبنائها وبين
شركتها أو شركاتها مع أبنائهن كانوا يعتقدون أن الكل ينتمي إلى حجر السيدة زينب سلام الله عليها. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، السيدة زينب سلام الله عليها، الحين واحد يسأل السؤال، لماذا خاضت كل هذه الغمرات والمنعطفات التاريخية؟ خوضها لهذه المنعطفات ما كان من أجل أن يكون لها قرار آني في وقت خاضت فيه الحروب مع أبيها وإخوتها، لا، إنما كانت بمثابة التهيئة التي هيئوها عليها لكي تقوم بحمل الأعباء المستقبلية بعد الحسين سلام الله عليه. ولهذا يوم الأيام في الكوفة أمير المؤمنين دخل الدار فوجد زينب جالسة في صحن الدار وهي تعلم القرآن وتفسر القرآن للنساء، وإذا بها تمر بكافها يا عين صاد، وجعلت تشرح هذه الآيات. أمير المؤمنين جلس خلف الستار يسمع لها، ولما انفض المجلس وذهبنا النساء دخلت زينب وإذا بها ترقب أمير المؤمنين. خيرا أبا، قال بني إنك فسرت آية عظيمة. شنو الآية العظيمة؟ كاف ها يا عين صاد. قال بني أتعلمين تأويل هذه الآيات في من؟ وإنها تحكي أي مستقبل؟ قالت العلم علم الله وعلم أوليائه أبا. قال بني زينب الكاف إشارة إلى كربلاء، الهاء إشارة إلى هلاك العترة، الياء يزيد الذي يتسلط عليكم فيقتلكم، العين العطش الذي ستمرون به، والصاد الصبر الجميل الذي سوف تلقونه مقابل كل هذه المصائب والبلايا. ولهذا كل مصيبة كانت تمر على السيدة زينب كانت توقفها وتعلمها أمام موقف وأمام حدث وأمام ظاهرة مسبقة تتعلم منها السيدة زينب لكي تفجر أحداثها بعد واقعة الطف، بعد واقعة كربلاء. ولهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم اللي جاءت إلى الانتقال من دار أبيها إلى دار زوجها عبد الله بن جعفر، الإمام علي التفت إلى عبد الله قال عندي عندك رجاء، مو شرط إنما شنو؟ رجاء، ألا تمنع زينب عن الحسين ولا تمنع الحسين عن زينب، إنما هما توأمان للروح، فإذا رأيت الحسين يسافر فلا تمنع زينب عنها ولا تحل بينه وبين زينب. وبالفعل أول بداية انتقالها إلى دار زوجها أكثر من 3 أيام ما احتمل الحسين الانقطاع عن زينب. يقال بأنه إجى في صبيحة اليوم 3 أو 4، طرق الباب، فتحت الجارية الباب، قال أين زينب؟ قالت لأبا عبد الله زينب نائمة من بعد صلاة الصبح، تقوم تتنفل إلى أن تظهر الشمس، من تطلع الشمس عند ذلك تأخذ قسطا من الراحة، وهي الآن نائمة أبا عبد الله. قال لا توقظيها، إنما دخل إجا شاف نائمة في صحن الدار والشمس قد أسدلت أشعتها على زينب. مرة واحدة وقف الحسين سلام الله عليه كان يظلل لها عن أشعة الشمس بردائه،
تدري اللي نايم تحت الشمس ومرة واحدة يصير عليه ظلال في يحس بالبراد، صحيح؟ غير الشمس اللي ساطعة. فتحت عينها شافت الحسين واقف وهو يظلل لها عن أشعة الشمس. فتحت وجهها قالت أبا عبد الله لم لم توقظني؟ قال أخي رأيتك نائمة ومتعبة فما أحببت أن أوقظك، إنما وقفت لأحول بين الشمس وبينك أظللك. ابتسمت في وجهه قالت يجي يوم أبو علي أنا هم بالمقابل إن شاء الله أرد لك إياها، يجي هم يوم ويوقفني الدهر حتى أظللك عن أشعة الشمس. وإجا ذلك اليوم اللي دخلت معه إلى ساحة كربلاء ورأت ما رأت السيدة زينب، لكن كلمة واحدة الحسين ليلة عاشوراء لما دخل على زينب شافها مرتعبة وخائفة وجلة ترتعد كالسعفة في مهب الريح، إلى هالدرجة المؤرخين يذكرون صعوبة الموقف على زينب. والأعظم يوم عاشوراء عندما برز الأصحاب وقتلوا، وبرز بني هاشم وقتلوا، وكلما جرت النوبة إلى أواخر من برز قبل أن يأتي دور الحسين، زينب وصلت إلى درجة كادت أن تلفظ أنفاسها، يعني كادت أن تموت حزنا وكمدا على ما سيصيب الحسين سلام الله عليه. ولهذا رواية المؤرخين شو تقول؟ تقول لما شافها دخل سلام الله عليها على خيمة زينب مسح على قلبها وقال اللهم ألهم زينب الصبر، ولولا دعاء الحسين ولولا مسحه على قلب زينب لكان زينب ميتة في أول ساعات ما وقع الحسين سلام الله عليه فيها. لكن التفت قال أخي زينب لا يذهبن بحلمك الشيطان. زينب شدي حيلك، أنت وراك مهمة وراك رسالة، زينب سينصب بهذا الطف علم كلما ارتفعت رايات الكفر وأشياخ الشرك على طمسه ومحوه لم يزدد إلا علوا وارتفاعا. وهذه كل المهام أنت تقومين فيها. كلمة أخذها الحسين من زينب قبل أن يبرز، قالت أبا عبد الله لأنعمنك عينا ستجدني كما تحب وترضى. مثل ما تحب زينب تكون صبورة، مثل ما تحب زينب تكون تجردة، راح أمسك نفسي وراح أصبر وأتصبر إلى أن أرفع لك هذه الراية وأعود إلى مدينة رسول الله بعد أن أسقط الظالمين وما فعلوه بك يا أبا عبد الله وما فعل بالفعل. تعال أنت شوف من بعد ما قتل الحسين، الحسين قتل مرة واحدة لكن زينب بكل يوم كانت تموت 10 مرات. كل موقف من المواقف اللي كانت تمر على زينب كانت تقتلها، لكن مع ذلك صبرت وتجلدت وصبرت وحاولت أن ترفع الراية، إلى درجة الإمام زين العابدين كان يستغرب يقول في طريق السبي أنا لما كنت أمر على عماتي وأخواتي بالليالي كنت أرى عمتي زينب تصلي صلاة الليل من جلوس. يقول قلت له عم زينب ما عهدتك أن صليتي من جلوس، خبريني صلاة الليل شلون قاعد تصلين من جلوس؟ قالت يا ابن أخي لا تلومني، إن المصائب هدت ركبي بعد ما عندي طاقة، ما فيني حيل أوقف على قدمي من الصباح إلى المساء، من ناقة من على ناقة إلى ناقة، وخلفها الطفلة وخلف ذيش حرمة والسكن هذه، وكلها كانت تتحملها زينب سلام الله عليها. والأعظم ذيك الليالي اللي كانوا يستقرون ويجلسون الظلمة حول النار ويتسامرون بما صنعوه بالحسين يوم عاشوراء،
ونقلوا أشياء ما كانت تمر على بال زينب، ونقلوا أشياء ما شاهدتها عين زينب، وكان ينقلون أمور عن الحسين. يعني أعطيك واحدة منها، أكو واحد هذا الحسين يوم اللي إجى للكوفة واستقبلته نعم سرايا الحرة بن يزيد الرياحي، زين، كانوا قد أوشكوا على الهلاك من شدة العطش، تعبانين ما يشوفون. الحسين أمر قال اسقوهم ماء واسقوا خيلهم ورشفوا الخيلة ترشيفا. يقول قاموا يجيبون قرب الماء يسقونهم، واحد منهم من كثر ما كان عطشان يقول اجوا كلما أرادوا أن يسقون الماء ما كنت أبصر أي ذا الماء يراق. يقول الحسين مر شاف هذا ما قاعد يعطيني الماء عدل، ماذا صنع الحسين؟ بنفسه أخذ نعم ركوة الماء، قال حق الرجل اخنف السقاء، ضيق حلقة الراوية، ما فهم. الحسين بنفسه أخذها وقام يسقيني الماء إلى أن ارتويت، إلى أن فتحت عيوني، قمت أبصر فشفت اللي قاعد يسقيني بإيد الحسين سلام الله عليه. هذا الظالم كان جالس مع الشمر والسنان وغيرهم في طريق السبي، قالوا له إنزين أنت ايش سويت يوم عاشوراء؟ شنو المهام اللي أنت صنعتها؟ قال يوم اللي نادى عمر بن سعد انزلوا إلى الحسين وأريحوه. يقول أنا نزلت اقتربت من الحسين وكان بيدي رمح، يقول رأيت الحسين مكثور على ركبته ورأسه إلى الأرض وجراحاته تشرب دمه. يقول سمعت تمتم شفتيه تمتم بكلام غير مفهوم. يقول اقتربت إليه وإذا أنا أسمع به ينادي وحق جدي أنا عطشان، اسقوني شربة من الماء أنا عطشان. التفت لشمر قال لما سمعت الحسين يقول أنا عطشان ماذا صنعت؟ قال رمقني بعينه فضربته برمحي في ترقوته. هذه الأشياء لو زينب شايفتها كانت تموت بلحظتها، لكن الله الله يا زينب، الله الله يا بنت أمير المؤمنين. ولهذا يوم اللي اجوا يطلعونهم من كربلاء التفت الظالم وقال صعدوهم على الجمال. الإمام زين العابدين راعى شيء واحد، شاب زينب تتململ على راحلتها يخاف توقع على الأرض، إذا وقعت زينب النساء هم يطيحون نفسهم، الأطفال يطيحون نفسهم. هذا اللي يمررونها على مصرع ولدها، وذيك يمررونها على مصرع أخوها، وذيك يمررونها على مصرع زوجها، شلون تستقر الحرمة على ظهر الناقة؟ ولهذا صاح الإمام زين العابدين عم زينب ارحمي ضعف بدني، عمه مر النساء أن يستقرن على ظهور النياق، فإن سقطت إحداهن يضربوها. عمها الله الله شو سوي؟ عم اكتمي بكائك لا تبكين لا تضطربين على ظهر الناقة. ولهذا التفتت زينب إلى النساء صيح بها يا هدى يا عم لا تونو لا تونو يا يون أخاف أن تعثر الناقة وتطيحوا، والله بهداي يا السايق للضعون ما تدري ما تدري بعادة يمشوا اي بحبابهم لا زين يمر مروا بها على المصارع، واذا بزينب جعلت تخاطم الابدايات لا تزعلوا أنا منعت بعليكم لا تزعلون
خيدكم ذليل شلون تروا، اي والله خيدكم ذليل شلون. ودعتك الله يا ذبيح ما شرب ما عنك ينور العين، سافرت بيتاما يا مقطع الأصالية تحصل على هواك، ما فرقت جسمك يا سلطان المدينة. خرجت من كربلاء وجت إلى الكوفة، ومن الكوفة انتقلت إلى الشام. الإمام زين العابدين يقول أعظم موقف رأيت على عمتي موقف الشام، أدخلونا إلى خريبة ما كانت تقينا من حر ولا من برد، حتى تقشرت وجوه بنات رسول الله. يقول بذيك الليلة بينما زينب قاعدة قبيل الغروب، وإذا بالخدم والحشم اجوا يكنسون الخريبة ويعلقون الستر والزينة والديباج. خيراً ما الذي جرى؟ قالوا هذه الليلة ملكة الشام جاية تزوركم وتدعو لكم بالخلاص. ملكة الشام منه؟ يزيد عنده عدة نساء. يقول من صار الغروب وسدلت ليل سدولة، جابوا كرسي من الذهب خلوه بوسط الخريبة، وقامت زينب وجمعت بنات رسول الله وخلتهم يدنقون وهم جلوس على الأرض، إلى أن إجت الأميرة الملكة وجلست على الكرسي. التفتت زينب قالت أخي أم كلثوم أرأيتيها؟ قال نعم شفتها. عرفتيها أخي من هي؟ لا أخي هذه منو؟ قالت أخي هذه هند بنت عبد الله اللي تربت ببيتنا اللي كانت في كنفي. أم كلثوم الحين صارت ملكة وجاية تتفرج، وكانها ما تدري ان احنا المسبيات، احنا اللي جايبيننا الى الشام. يقول مره واحده جاءت الملكه وصاحت فلتتقدم لي احداكن، اريد ان اسال منها سؤالا. يقول قامت زينب مدنقه ومهبطه وجد قعدت على التراب كبار هند القعده على كرسي من الذهب. صاحت أمت الله أسألك من أي البلاد أنتم؟ أنتم منين جايبينكم؟ فصاحت العقيلة زينب نحن من المدينة. قالت يا مدينة المدن كثيرة. فصاحت زينب من مدينة رسول الله. لما سمعت هند قامت على قدميها وجلست على الأرض أمام زينب. قال أخي ما الذي أجلسك على الأرض؟ قالت إجلالا لمدينة رسول الله. إذا أنت من المدينة أسألك عن من تسألين؟ أسألك عن دار أمير المؤمنين علي. عن من تسألين من الدار؟ أسألك عن سيدي ومولاي أبي عبد الله. أسألك عن فخر المخدرات زينب، أسألك عن الرباب، عن أم كلثوم، عن بنات رسول الله. صاير أكثر من 10 سنوات أخبارهم من قطع عني، وإذا بزينب أطرقت وجرت الدموع من على عيني. أخبريني ماذا صنع الزمان بسادتي وموالي؟ رفعت زينب رأسها قالت يا هند إن كنت تسألين عن الحسين
وذاك رأسه أمام يزيد ينفث شفتيه بمغصرته. وإن كنت تسألين عن الرباب هي المكسورة القاعدة هناك، هذه أم كلثوم، هذه سكينة، هذه فلانة، أين سيدتي؟ وإن كنت تسألين عن فخر المخدرات زينب، أنا زينب اللي يحشون عني، أنا تمرمرت من دون سنية، سلية المصايب ما سلن والله نزلا على عيوني. قامت هند وجاءت مسرعة إلى قصر يزيد، جرت الستر، صرخت: ما الذي جرى؟ قالت يزيد: تسبي بنات رسول الله، تقتل ذرية النبيين، وتدعي إنهم خوارج، الآن ماذا تريدين؟ قالت: إلا أن تأمر أن يحضروهم إلى القصر وأنا أسر على راحتهم وأنا خادمتهم. جابوهم، قامت هند توزع عليهم ثياب. لما صار قريب الصبح اجت وقفت، شافت النساء والأطفال مجتمعين دور مدار زينب، وزينب قاعدة تبكي: سيدتي، ما الذي صنع بك الزمان؟ وين راح فكرك؟ صاحت: أنا توني ذكرت عزتي ودلالي، دلالي يا من قوضت ذيك الليالي، والله أنا كل من شاف ذي الحالي بجالي، وعدواني علي غدا ويبجون، اي عدواني علي غدا. آيا ظلت زينب في الشام. كان يزيد يجلس زين العابدين عنده وزينب في القصر إلى آخر أيام. قال: يا ابن الحسين، إني مخيرك بين أمرين، إما أن تبقوا عندنا في الشام أو أأمر برجوعكم إلى المدينة. قالت له، قال له: لا بقاء لنا في الشام، إنما نريد الرجوع إلى المدينة. وبالفعل لما أرجعهم يزيد إلى المدينة مروا على كربلاء، وإجت زينب بعد ما فارقت الحسين جثة على رمضاء كربلاء. وإذا زينب يوم الأربعين توقف على قبر الحسين وهي تنادي: أربعين ليلة فارقيتك، أربعين ليلة فارقيتك، جيت وبقبرك لقيتك، خويا نبيا وجيت طبت المدينة، أنا شقول للي يقول حسين وين، أنا شقول للي ناشدني من الناس، أخوك حسين وين وين عبا، أقول حسين ظل جثة بلا راس، وعباس إن في القطعة ويمينه، أي وعباس إن في القطعة. آيا رجعت زينب لما وصلت إلى المدينة، وجرى ما جرى من البكاء والنياحة، ما بقيت زينب بعد حسينها إلا عاما ونصف، لما اشتد الأمر عليها لأنها كانت تؤجج المشاعر ضد يزيد مع الحسين. أمر يزيد على هذه الرواية منقولة إن يأخذونها برا المدينة، يطلعونها برا المدينة. ف
فأجي الإمام زين العابدين عم زينب يخيرونك بين أمرين، إلى أين؟ قالت يا ابن أخي لا طاقة لي بالشام، يبي يودوني للشام ما أقدر ما أتحمل. قال عم زينب إنك لن تريهم. وبالفعل عبد الله بن جعفر أرسلها إلى بعض بساتينه حيث قبرها الشريف. لمن وصلت إلى هناك الروايات متعددة، لكن كما قيل بأنها لمن وصلت إلى حيث قبرها الشريف أصيبت بحمى على أثر السم الذي دس لها، وانقلبت سيدة زينب سلام الله عليها حتى اصفر لونها واعتلت علة أيما علة، وكأني بها وهي في حالة الاحتضار جاء الإمام زين العابدين عم زينب أخبريني. قالت يا ابن أخي وددت أن لو مت أن أدفن إلى جوار قبر أمي فاطمة أو أدفن بجوار قبر أبيك أبي عبد الله، لكن الطريق إلى المدينة طويلة وإلى كربلاء طويلة. يا ابن أخي إذا أنا قضيت أحضر من يعينك على تجهيزي ثم حنطوني كفنوني ادفنوني في موضعي هذا. ثم التفتت زينب إلى الإمام زين العابدين قالت عمه ائتني بالسبط الفلاني. جاء له الإمام بالسبط الفلاني، أخرجت قميص الحسين الملطخ بدمه وضعته على صدرها، شمته مليا، ثم جعلت تنادي حسين يا حسين أجركم الله. ثم إنها غمضت عينيها ومدت يديها ورجليها وفاضت روحها الدنيا. رحم الله من نادى وسيدته وزينبا. جاء لها الإمام زين العابدين بإمرأة تجهزها، أول ما دخلت عليها وجردتها من ثيابها خرجت، قالت هذه الميتة ما راح أغسلها. ليش؟ قالت ما أقدر ما أقدر، هذه ميتة بالحمى وأخاف على نفسي. اجت حرمة ثانية لما اطلعت على بدن السيدة زينب طلعت مدهوشة، قالت أخبرني بأي علة ماتت؟ قالت بالحمى. قال لا لا مو حمى. قالت ليش؟ قال لأني أرى آثار سوداء وزرقاء وحمراء على بدنها وعلى متونها، بأي علة ماتت؟ صاح من جلة الوالي علينا يضربونا ونشقوا بديانا، ياش ماتت العدوان بينا ولينا نذبح واحنا نسبينا، والله ولينا نذبح واحنا يا نسبينا. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحطر رحاله. خمسة اليوم واليتامى عليها، يا لقومي تصدق الأنذال. إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بباب الحوائج زينب الكبرى وبحق جدها وأبيها وأمها وإخوتها. اللهم بحرمتها وبحرمة أولياء الله. الآية الكريمة ثلاث مرات لشفاء المرضى وقضاء الحوائج. جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اللهم نسألك وندعوك بمحمد وآل محمد، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، لا سيما المرضى المنظورين ومن سألون الدعاء. اللهم اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم. اللهم اجعل بلدنا آمنة وسائر بلاد المسلمين، وفقنا لمراضيك، جنبنا سخطك ومعاصيك. تقبل منا ومن الحاضرين والسامعين والمؤسسين هذا القليل بلطفك وكرمك، والأرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما أرواح العلماء والشهداء ومن مات على الإيمان ومن سلف من هذا الجمع، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.